بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. عايز اكلمكم في ايه مرتبطه بالاسبوع ده. قالها سليمان الحكيم: من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. في أمثال 28: من يكتم خطاياه لا ينجح. اللي خلاني أفكر في دي هو موقف يهوذا. ليه يهوذا هلك؟ طبعا كلنا بنخاف من الحكاية دي. واحد تمتع بالمسيح وخدم معاه وسمع وعظاته وعمل معجزات بإيده وكان بيحبه في الأول، والمسيح اختاره ضمن المختارين، وتبقى النهاية كده. لما نفكر ان هو كان عنده الصندوق وكان بيسرق وابتدى يكتم الخطية، في خطية هو كتمها. المسيح طبعا ابوهم الروحي، وما اسهل ان الواحد كان يشكي نفسه للمسيح، ما كانش فيه مشكلة. وبعدين ربنا يسوع يساعده على الكلام ويحاول يوريله امثلة ويوعظ عن محبة المال، وكلها إشارات عشان ينطق ما بينطقش. هو كاتم الخطية وبيجمل الصورة. في الآخر لم ينجح أنه يستمر كرسول وهلك، لأنه تطور الفكر من الطمع إلى بقى الخيانة والغش والكذب، وكله جاب بعضه في الآخر هلك. ونروح لقصة حنانيا وسفيرة، نفس الحكاية. كتموا الخطية. إيه الخطية؟ حبوا الفلوس، استخسروا الفلوس، لقوا الناس بتطلع كل الفلوس للخير من الكنيسة، قالوا طب لا نحط جزء وخلاص. أما القديس بطرس سأل سؤال بسيط: أنتوا بعتوا بالفلوس دي؟ لو كانوا قالوا لا احنا احتفظنا بجزء ما كانش حصل حاجة. كانوا يعترفوا قدام القديس بطرس: بصراحة احنا مش قادرين نعمل زي الناس، احنا خدنا جزء وسيبنا جزء. ما كانش فيها مشكلة، يعني ربنا معك والله يسامحكم. لكن كتموا الخطيه، كانت النتيجه ايه؟ وقعوا ماتوا. اخوات يوسف زمان ولاد يعقوب راحوا عملوا عمله ورموا يوسف في البير واتباع يوسف، بعدين رجعوا لابوهم كاتمين الخطيه. ما يقدروش يقولوا لابوهم احنا تخلصنا من اخونا، وفضلوا سنين مش عارفين يعيشوا. ولما ربنا سمح انه يوسف قابلهم وزنقهم وهم مش عارفين ان ده يوسف بقى كان رئيس مصر ساعتها، فبصوا لبعض قالوا على فكرة كل ده بسبب اللي عملناه في اخونا. يوم رميناه في البير وكان بيتذلل لنا، وهو يوسف كان سامع وبكى، لانه زي اللي عاوز يقول لهم اخيرا اعترفتم بالخطية، اخيرا طلعتوا المكتوم ده اللي كان فاسد حياتكم. كتمة الخطية يا جماعة افتكروها زي الحشرات، لما تكتم عليها تتكاثر، لكن لما تنور عليها وتنفضها خلاص تروح لحل. الناس بتكتم الخطايا بكذا طريق. اولا في ناس مش عاوزة تعترف خالص، وتطلع بقى بدع وفتاوى وفلسفة ضد فكرة السر الاعتراف. هو عاوز يفضل كاتم خطيته، لن ينجح في حياته الروحية، مش هيعرف يمشي لوحده، هيحل لنفسه الغلط بعد شوية، ويفضل يقول أصل أبونا ما بيغلط، يمكن أبونا يطلع السر، يمكن أبونا ده إنسان زي ما يعرفش يوجهني. أنت كاتم خطاياك ولن تنجح. الإنجيل اللي قال كده: من يقر بها ويتركها يرحم. ما حدش بيقول أنك أنت يعني خالي من الخطية، ولا إحنا خاليين من الخطية، بس العلاج هو الإقرار وبعدين الجهاد، توبة وجهاد. فأول مشكلة في ناس بتنكر سر الاعتراف أو بتقاومه. في ناس تانية مش بتحاسب ضميرها فمش عارفة خطيتها، فهو كاتمها عن جهل، لأن هو مش دريان أنه بيحب الفلوس، مش دريان أنه بيكره الناس، مش دريان أنه واقع في غش وكذب، ما هو مش بيحاسب ضميره، فهو كاتمها لأنه مش بيحاسب. في نوع أصعب بقى، هو اللي بينكر، اللي كل الشواهد بتشاور له على الغلط ويفضل ينكر انه بيعمل كده، ينكر عن نفسه انه زي لما صمويل واجه شاول الملك قال له ايه اللي عملته؟
قال لهم انا قلت نحول شويه ذبايح للرب الهك. قال لي انت مش عارف ان الاستماع افضل من الذبيحه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ما تسمعش كلام ربنا. وبعدين قال له بس خلاص اخطات، اذا كان اخطات دي تريحك يا صمويل، اقول لك اخطات بس كرمني قدام الناس. هو مش تايب، هو مش مقر بالخطيه، هو مش حاسس بيها، هو بينكر ان في مشكله. وكتير مننا للاسف بينكروا ان عندهم خطيه واضحه. من يكتم خطاياه او ينكر حتى وجود الخطيه يفشل. في ناس بتقول ليه مش بنحس بالصلاه؟ ما انت كاتم خطيه. ليه مش بنتقدم روحيا؟ ليه مش بننجح في حياتنا الروحيه؟ انت كاتم، انت قافل على حاجه غلط. في نوع اصعب واصعب، اللي بيبرر نفسه، اللي يروح لاب الاعترافه هو كاتم انه غضوبه وقع في الغضب فيطلع فيه ناس مستفزه، هو كاتم انه وقع في شهوه فيقول اصله الحاجات الوحشه كتير حوالينا، هو كاتم انه بيغش وبيكذب اصل الشغل عاوز كده. طول ما بيبرر نفسه يبقى بيكتم خطيته. الايه صريحه يا احبائي، ويهوذا يخوفنا. ليه؟ يهوذا كان في مركز اعلى مننا وفرصته كانت احسن مننا. حواليه قديسين، رب المجد يسوع قدام عينه طول الوقت، تمتع بعشرته سنين، سمع اللي محدش فينا سمعه، شاف المسيح بوداعته وقداسته طول الوقت. وربنا يسوع اهتم به اهتمام شخصي بتركيز عشان يرجعه عن خطيته، لكن أزمة يهوذا أنه كتم خطيته وتكاثرت الخطية وقتلته، ولم ينجح أن يستمر لا رسول ولا مسيحي وهلك. خلونا نستغل الفرصة نحن نراجع ضمائرنا ونفحصها ونعترف قدام ربنا الأول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. ونيجي الكنيسة نعترف عند أبونا بإقرار من غير تبرير، من غير إنكار، من غير غلوشة. الواحد يتهم نفسه وما يتهمش حد تاني. إذا كنا عاوزين ننجح لابد أن نقر بالخطية ونتركها لكي نرحم لإلهنا كل مجد وكرم.